أم المساجد تسمية عرفت بها مدينة الفلوجة منذ زمن بعيد، أكثر من 200 مسجد وجامع فقط في عموم المدينة باستثناء الأطراف بحسب الإحصائيات الرسمية. الطابع العشائري الذي تنفرد به الفلوجة وتمسك أهلها بالعادات والتقاليد الأصيلة جعلها واحدة من المدن التاريخية. حقيقة مدينة الفلوجة مدينة المساجد وكذلك مدينة العرب الأصلاء الذين حافظوا على أخلاقهم وحافظوا على انتمائهم وحافظوا على مبادئهم رغم ما مرت به الأمة ورغم ما مرت به المدينة، لكن ما زالت الفلوجة تبعث رسالتها إلى العالم من خلال مساجدها ومن خلال رواد مساجد. مساجد مدينة الفلوجة هي رسالة السلام والوحدة وكذلك رسالة العلم والبناء بعيدا عن الجهل والكسل. وعلى مستوى الحراك الثقافي إذ تشهد مدينة الفلوجة نشاطات فنية مستمرة رغم قلة الدعم الحكومي، أجرينا لقاء مع مدير البيت الثقافي الذي أكد أنهم لا يمتلكون حتى قاعة كبيرة للمسرح لعرض أعمالهم الفنية، معتمدين بذلك على جهود ذاتية في محاولة للنهوض بواقع الثقافة. بالتأكيد اليوم إن أردنا أن نتحدث عن الدعم المادي في مدينة الفلوجة فالحديث حديث طبعا يشوبه الألم الكبير. اليوم مدينة الفلوجة تفتقر إلى وجود قاعة كبيرة تستوعب هذه الفعاليات اللي تنظم في مدينة الفلوجة. يعني اليوم البيت الثقافي المؤسسة الحكومية يكاد يخلو من أي دعم مادي من أجل ديمومة هذه الفعاليات. تقام هذه الفعاليات وتنظم بجهود ذاتية وبجهود فردية من قبل موظفي البيت الثقافي في الفلوجة. ومن جانب آخر فإن حصة الفلوجة 4 مقاعد في البيت التشريعي، ما يتوجب على هؤلاء إنصاف أبنائهم في المرحلة المقبلة. ورغم التطور والحداثة التي تشهدها الفلوجة إلا أن المساجد المشيدة على الطراز القديم لا تزال تحافظ على رونقها الذي يمثل تاريخ المدينة العريق. من مدينة الفلوجة قتادة عادل، وان نيوز.